انا المصري تعني العزة، انا المصري تعني الكرامة، انا المصري تعني ان تعيش في ظل قانون يحميك يعطيك حقك كاملا غير منقوص. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ان ادير حوارا حزبيا سياسيا ثقافيا تنمويا مع قطاع من الشعب المصري العظيم في محافظه منيا من جنوب الصعيد حول برنامج حزب انا المصري. احنا بنتكلم دلوقتي على حزب اسمه انا المصري. انا واحد من الناس مدعو للقاء ده، عايز اعرف انا الحزب الوطني ما عملليش حاجه، حزب الوفد ما عملليش حاجه، التجمع والوفاق الى اخره ما عملليش حاجه، ايه الجديد في انا المصري؟ هو بالنسبه للحزب حقيقي الحزب بيتبنى مشكله البطاله ومعاها مشكله 7 مليون معوق في مصر. في مركز مطايب حزب حقق عضويه 20,000 عضو، والحزب نفسه حقق في بني مزار عضويه 40,000 عضو. فكر تاني انه بعد سنه 2-3 يطرح عدد من الاسهم ينزلها للمشاركين نفسهم، بحيث عضو الحزب يبقى عضو بيشتغل سياسه وعضو عنده وظيفه ويتفتح بيته وعضو عنده قدره على انه يحمي نفسه فيما لو تعرض لمشكله. يتبنى الحصول على قطع من الاراضي يقيم عليها مشروعات وتقيم عليها عماير، وبالتالي هيقدم الشقه للشاب من شباب الحزب بمقدمات منخفضه بحيث الشاب يقدر يفتح بيت ويقدر يتجوز. طب ايه برنامج الحزب داخل الحكومه نفسها؟ لما بيتحول الحزب الى مجموعه وزارات، يعني مثلا خلي الحزب فاز ب 100 مقعد في مجلس الشعب، هياخد 5 وزارات او 6 وزارات. خدوا الملف الاجتماعي ده ادرسوه، شوفوا المشاكل الاجتماعيه بتاع مصر، جمدوا ناس من الحزب تعمل قواعد بيانات، ادرسوا لي المشاكل الاجتماعيه وازاي نحلها في وزاره الشؤون الاجتماعيه لو سيدة الاستراتيجيه مثلا. انا يهمني اعرف ان حزب انا المصري في مرحله التاسيسيه عشان ادعم وعشان امشي ادعو الناس ليه ونجيب المصادر المطلوب فرضا، ونتمنى ذلك ان شاء الله لانه احنا هنبقى جزء منه وهو جزء مننا، انه دخل ائتلاف او دخل حكومه او هيبقى صوتي انا في بلد زي حلوة على الخريطه يوصل القاهره ويبقى انا راي مؤثر فيه من خلالكم. لعبه الديمقراطيه مش معناها ان راي ربيع لازم يكون صح، حتى لو كان صح مش لازم يؤخذ بيه. فلا ليه؟ لانه راي فرد يدرس احنا معانا مجموعه من الاخوه الاطلال فينا يسعدني ان ارحب بيهم، ولا يمكن مجلس الشعب يكون خالي من وجوه الاطفال، ولا يمكن ان يكون تمثيل القبطي المصري في مجلس الشعب منحه من رئيس الجمهوريه ايا كان رئيس الجمهوريه. اذكر ايضا كل الحاضرين بان المصطفى صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: من اذى ذميا فقد اذاني. وبالتالي كرامه المسيحي وكرامه اليهودي المصري والمسيحي المصري جزء من كرامه المسلم، فاذا جرحت كرامه المسيحي جرحت كرامه المسلم. أدعو الأخ ميلاد بشارة للإدلاء بصوته. أولا بحب أشكر الأستاذ الدكتور ربيع محمد عبد العزيز حلبي على دعوته الكريمة لنا للتعرف على مبادئ وأسس وملامح حزب أنا المصري. في الحقيقة باختصار أحب أن أنا أوجه يعني نظر حضراتكم اللي إحنا كأقباط في مصر بتربطنا باخواتنا المسلمين علاقات حب وموده عظيمه جدا جدا. يعني انا مش عاوز اقول واحنا بنبني كنيستنا في حلوه ان الكثير من اخواتنا المسلمين تبرعوا باموال لبناء هذه الكنائس. ساتبنى الدعوه الى عداله توزيع المشروعات التنمويه والمصانع وبالتركيز على محافظات الصعيد وفي المقدمة منها محافظة منيا لأنها أكبر المحافظات الطاردة بسبب مشاكل الزراعة، بسبب مشاكل الديون، بسبب مشاكل غيبة المصانع إلى آخره. والحاجة فايزة السطوحي مدير عام بالتربية والتعليم إلى إبداء رأيها الذي تريد أن تبديه في هذه الحلقة. وفي حتة عايز أعلق عليها،
ان احنا دايما بنقعد عشان متخيلين ان الحزب او اي حزب بننتمي اليه في ايده خاتم سليمان هيحقق كل حاجة. ده مش مظبوط. المفروض ان احنا ثورة قامت بنتغير من جوانا، بنشارك. انا من اللي بعيب على السلبية في نفوس البشر، يعني انا بشوف موقف ده مش تبعي خلاص اعدي على اي واحد ممكن يبقى ميت جنبي وما بسألش، مثلا اي تلوث في البيئة لا مش تبعي خلاص، انا مش تبع المجلس ماليش دعوة. فالسلبية ياريت نتخلص من السلبية، مرض خطير منا. بالنسبة للتعليم وفي مشاكل كتيرة في المناهج، قال اتكلم الدكتور لو لابد من التواصل بين المؤسسات التعليمية، لابد من معايشة واقعها، لأننا اللي في مصر عايشين في برج مش متخيلين مشاكل الريف على الأقل. أنا بدعو أي واحد عنده أي استفسار يتحدث عنه. طبعا احنا عشان نتكلم في طلبات فالطلبات كتيرة، ولكن احنا ما نسقلش الكلام على الحزب حاليا لانه في مرحلة تأسيس، لكن بنعمل من الله سبحانه وتعالى ان احنا وبإذن الله هنقف مع الحزب وهنسنده وان شاء الله هينجح. اتمنى ان احنا نحل مشكلة بناء الكنائس في مصر. ايه اللي ممكن يعمله الحزب علشان يحل هذه المشاكل؟ شكرا دكتور. المبادئ المعروضة علينا حتى هذه اللحظة في الحزب، ملف الأقباط أحد المبادئ والمرتكزات الأساسية في سياسة الحزب أنا المصري تحت التأسيس. إيه ملف الأقباط باختصار؟ المساواة في كل شيء بما فيه التمثيل البرلماني، حل مشكلة الكنائس، وأنا أحد الذين يؤمنون بهذا جيدا قبل أن أكون أحد المؤسسين لحزب أنا المصري. أنا مؤمن بأني الاحترام الإسلام للمسيحية جزء متمم لإسلام المسلم، احترام الإسلام لليهودية جزء متمم لإسلام المسلم، ومن هذا الاحترام ومن مظاهر هذا الاحترام أن يكون للمسيحي الحق في أن يشيد كنيسة في الوقت الذي يريد أن يشيدها فيه دون أي قيود. الحزب مش هيعمل تنمية، الحزب أنت اللي هتقويه وتخليه يدخل الحكومة ومن خلال الحكومة يعمل التنمية. المفروض العمليات التعليمية بكل أشكالها تتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن زي ما حضرتك أشرت إلى ذلك. احنا بنناشد الجهات المسؤولة عن انقاذ اخواتنا في ليبيا وخاصة في مصراتة بصفة خصوصية، يعملوا لنا حل الصليب الاحمر الليبي، الصليب الاحمر الدولي. يعني احنا عايزين مناشدة عاجلة لاخواتنا في خارج مصر. شكرا للحاج عيسى، وبيمثل صوت لمليون ونص مصري موجودين في ليبيا او كانوا موجودين في ليبيا وعادوا، بعضهم بغير مال، بعضهم يواجه مشاكل في التعليم، بعضهم يواجه مشاكل في الصحة، بعضهم لم يعد بعد. وأنا أضم صوتي لصوته وأدعو حزب أنا المصري أن يذيع هذه المناشدات من خلال قنواته الفضائية حتى يستطيع أن يوصل صوت أكثر من مليون ونص مصري عائدين من ليبيا. أنا بدعو قائد الحزب في مصر أنه يجي ينزل وسطينا يا جماعة زي بعضه. يعني إحنا الدكتور قد ما فهمنا الأهداف إحنا بنتكلم بنحاول نوصل فكرنا للناس. الحزب منزل خريطة الطريق بتاعته ايه. احنا مش معنى كده ان ده مفروض علينا ان احنا نقرأ وننفذ، لا احنا مفروض بنشارك، وده الفرق بين الديمقراطية الوقت وديمقراطية قبل كده. انا ما اتفرجش عليه برنامج حزب، لكن انا كلنا نشارك، يمكن كلنا نغير بافكار جميلة مش موجودة هنا. ويرضى عليك يا ربنا، ترضوا وتفرجوا على ابني في الوادي الجديد. وانا لما اكلمكم من حلوة محمد ابو خالد ابو فتح الباب، واسم ابني ناصر محمد خالد فتح الباب في الوادي الجديد. وما ليشت ما حد سأل فينا، عاوزين ان يبقى فيه رضا ومن الحكومة الناس الجديدة الناس الحلوة، رئيس الوزارة رئيس الداخلية، عاوزينكم تحطفوا للناس الفجرة. قلت النص هو كمل التلات اربع وكل رايحين نجيبه، قالوا لنا لا ده لازم فيه مادة 54 اللي يعمل غلطة في السجن،
والغلطة بتاعت السجن دي غلطة الحاكم لما يبقى 20 مباحث فيها ورئيس المباحث كيف يدخلوا تلفون لابنه ويتموه بالتهمة دي. عاوزين ربنا يقضي اللي ترضى عليه ويرضى عليها ربنا. والسلام عليكم. انا اضم صوتي لصوت الاخ محمد خالد فتح الباب وادعو السيد اللواء منصور العيسوي الى النظر بروح الاب، وادعو الباقين ممن لم ينجزوا التوكيلات ان ينجزوها في اقصر وقت ممكن. تفتكرنا ليه توكيل ايه؟ توكيل لحزب كويس ومش مخير مسيحي ومسلم ولسه جديد يعني وجوه جديده. عايزين العاد اللي بتاع ربنا بس، ومش عايزين غش تاني. احنا عاوزين اهم حاجه الشباب يشتغل، الشباب يشتغل. في رجاله عطلانه كتيره برضه، البطاله قاعده مش ما تشتغل. لا تصب العدي انا فدان وما عطونيش ولا مليل لحد الوقت. نعمل ايه دلوقت؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.